والله ساره تجيك هدايا. انا مصدوم. اشو؟ ايش الهديه؟ مون بلانك. ايش اسمه؟ مون بلانك. الله عليك، افتح افتح نشوف الهديه. افتح. والله يعطيك العافيه. البوند هذا دخلته خف. والله دخلته والله عظيم. افتح افتح. تسحبين ومتى كم كنا؟ كنا ذاك الاسبوع. الاسبوع اللي فات. العب. اشكرك. العب والله تستاهل يا حبوبة. انت قاعد تفك وانت اللي قاعد تفضح فيه. والله تستاهل. اصلي ذا؟ لا قدامه. ابى اتاكد اصلي ولا لا. اي وصلي شوف الدفتر حقه. مع الدفتر؟ ايوه. اشو؟ دفتر شيكات ذا. الله يزيدك. يلا حطه حطه خلاص حطه دحين. البسه دحين. عارفك بتاخذ تركنه في الدولاب ما بتلبسه. لا والله تلبسه. عارفك حافظه خلاص هذا كذا. الحين قفل ورجع. هذا قدامك صاحب المغسلة كل ما جيت غسلت ثامر يقول لي ادفع. طبعا صح. ليش صح؟ انت خويي الفاضي؟ انت قالك جيد الحين تبغاني اوقف معاك؟ ايوه. كل ما يجي سوي له بس خصم. طيب؟ ايش خصم؟ خلاص بس قلت لك انا خويك انا. ايوه عادي. الله لا بكره نفتح مغسلة. انت بكره نفتح سبع مغاسل ولا مو اسامة؟ يبغاني حاسب يا حبوبة انا وانا خويه. خلاص من حقه اجي ثامر اجي من حقه. لا مو من حقه انا خويه. والله ما ادفع ريال هذا اقولها وخذها. والله ريال ما احط والله. تعرف طباعك ده انا اكره امه. هيا انقلع لا تحاسب انقلع يلا. إيه؟ خلاص اوكي خلاص اوكي. لا 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 ما ححاسب. لا احاسب ما حاسب خلاص شفت ما حاسب. الله يوفقك روح. وين بتروحوا؟ فين بتروحوا؟ جاي ولا انت جاي؟ ايوه بجي يلا وخر. لا بخلي سيارتي هنا بجي معاكم. جاي ولا انت جاي؟ ايوه بجي بس بجي. تعال شوف الكورنيش. بجي. طيب بجي معاكم في مكان هنا. ما في مكان والله ما في. تعال بالغوز. باجي في حضن حبوبة. ايه فاهم الناس فاهم. على اساس ان انا ماني معبي المكان يعني. روح بحضن الغوز. انت بصح الغوز؟ ايوه. تعال. انا عارف والله اني حاسس انه بيروح معاك. قفل الباب. والله نجوم ومريح. ايوه. والله ثمن خروج. عندي لمبات في السقف. انا شغل لك لمبات. اقعد. خليني جاور السعيد تسعد. رايح اسعد انا. يلا يا محمود ارجع اسعد. ايه محمود مين؟ مين اللي محمود؟ ايه صح انت اسمك محمود. يا ابني حبوبه 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 حبوبه. لا تجي لا تجي. والله طفشت. وان يا خصمك كيف تثبت له مني حقيقي؟ انا ابراهيم. ابراهيم عسيري. ليش احمي ولا احمي؟ اللهم لك الحمد. كيف اقنعكم انه انا وهذا الرجل نتواصل ونتقابل؟ اقسم بس والله ما نصور. يعني مو كل شيء ميديا. ابراهيم وصل مرحله في علاقته معايا اللهم لك الحمد ما يبغى ميديا. يبغى اسامه داود في حياته من غير ميديا. ايش اسوي؟ انت راس مال والله. جالس اقنعه خلينا والله العظيم ثلاث ساعات تقنع فيها من الناس. خلاص خلينا نرجع عادي ما فيها شيء. واجيني ان شاء الله. بتفكر؟ كيف افكر وانا الحين قدني في الروز؟ انا في ام المحتوى الحين. انا شغال الحين ارفع الشاشه بس. مرحبا الوف. مرحبا مليون في ذمتي. يا مرحبا. انت ذاك الصوت؟ والله يا مرحبا صدق. كيف حالك ابو دوله؟ الصدق والله الصدق. لما شفتك ولا قبل؟ لما يعني ذحين احمد الحين الان ذحين ذحين مشاعر احمد الله على الامور الطيبه. اللهم لك الحمد. ان شاء الله يديم علينا وعليك خير. اللهم امين يا رب. سعيد جدا بشوفتك. سعيد جدا باسترجاع الذكريات. سعيد جدا بالنقاش. سعيد اي لاف يو. كان حوار طويل صح؟ اي لاف يو بس مريح الحمد لله. اللهم لك الحمد. اي لاف يو نقطة؟ السلام عليكم كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين ومن ربنا قريبين. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله والله اكبر. الله يعطينا خيرك في هذا اليوم.
جابني جالس تشرب فاضي تكذب علينا. لا كان في شويه اللي في الاخير حق القهوه حق القهوه. المهم ما علينا، خلينا نوقع ونخلص الامور. والله ما ادري يا كحلي، احس اني خاف لو بعد ما وقع معك. لا تخاف مني انا كحلي، احنا اللي عشنا وتربينا ورحنا سوا وجينا سوا. تحب الفلوس؟ يا سؤال الفلوس. طب استنى استنى خليني اجرب. اسكت اسكت. حلو. فلوس ايه؟ سعادة. يا أسامة فهمت الكلام، فهمت الأمور والشروط وش واجباتي، أنت ما تثق فيي أنا؟ يا أخي أثق فيك، بس اسمع أحس كذا فيني ماني مرتاح. لا تحس، واحد حسمات، لا تحس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخذ بس علي هات الورق خلينا نخلص الأمور. أنت تحب ال مرة مرة مرة. أسأل الله أن يعطيك لما يرضيك. تعال لا 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 والله ما أديك. بلا هبل. تعال نلعب لعبه. اذا اسمعني اسمعني اسمعني. ايوه هذه نسوي ذي نلعب هذه. حلو. اذا انا وقفتها ايوه ارش عليك المويه. اذا انت وقفتها نوقع العقد الان. انا مريح معاك اليوم وشايفني مريح وبضحك. اي عشان كذا نلعب لعبه. عشان خرجت من بيتي واموري سكرانز. لا تخرب الموضوع. امورك ايش؟ سكرانز. لا تخرب الموضوع علي. طب بس نلعب اللعبه ونتفاهم. نلعب. يلا معاك نبدا. يلا انا اول. روح. قلنا لو انت وقفت توقع، لو انا ارش. ترش ايش؟ ارش ما رش المويه. عداوه يا اسامه، لا تخلي عداوه بيني وبينك اسامه. لا تخلي ورقت يصير بيني وبينك عداوه. اتفقنا خلاص، انت اتفق ما فيها. قرب لي وجهك حبيبي. اسامه قلت لك رش المويه عداوه، راح يصير بيني وبينك عداوه. يا اخي طب انت، احنا اتفقنا، ليش تغير اتفاقك؟ طيب بس الرشة تيجي رشة. ها طيب اسمع اسمع، عندي اقتراح. ايش؟ اعطيني كذا يعني هزة. يا اخي ما في شيء، خويك ويحب رقصك. انت نفسك بلا كعبة ولا خوي، خويك الا انت ترى عادية ترى. انت شفت من انا، نحن اسود هاوية. كحلي يقول لي ما ادري ايش. الرايق اسمع الكلام فاضي. الرايق والله مو انا يا تعبان، انا اللي اعبر المحور. كحلي هزة. رايق رايق كحلي كحلي. اكيد امور انا طويله. لا والله ما عجبني اجلس فرش مويه. يا مين بالله اقلب لك المكتب بالشركه وبما فيها. يا مجنون انت. انا قلت لك فرصه يمكن. بسم الله. اقول لك قرب وجهك. انا باخذ عفشي وبمشي. قسم بالله خربت ام جو السكرانز. قلت لك انا جاي مرتاح. ابوي ايش 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 ما اجي. ايش ايش هو ده؟ ايش تقول اسمه؟ سكرانز. ما اجي عندك الا لازم تحكر ام المزاج. قسم بالله جاي فل. بس اقول لك شيء، الورقه بكره ارجع لها ثاني مره. اليوم ما بمشي. خلاص ارش المويه ووقع، الموضوع بسيط الحين وانت واقف. بس الموضوع جالس الحين طط الورقه توقع تمشي. رشها بس. بس لا ترش، انت عارف وين ترش. جيبها بالهداوه. جيبها بطريقه التحدي. عشان لا تزعل مني. يعني انت تبغاه انه عاديه كذا. يا على المشكله. يا انا سجلت كولو. يلا بس فين يا اخي وجهك كبير، فين ارش؟ جسمك كبير. يلا نشوف فين الرش. ما شاء الله. دقيقة هنا. نعم. هنا انت مش متر في متر صح؟ انت كم هنا؟ ايش اللي متر في متر؟ جاي تفصل لي ثوب؟ اخلص علي وارميها. بس ارميها، قلت لك انا بالطريقة اللي اوكي. يلا يعني يا وحش. اوكي يعني عادي كذا فاهم؟ ايوه. يا كحلي فينك؟ وحشتني يا كحلي. عمل تحدي ثاني. عمل تحدي ثاني. لا ما بلعب خلاص.
ابغى بالاكبر. تبغى بايش؟ بالكبير. اجلس والله قبل يعني انت والله افجر لك القزاز حق الشاي. اجلس والله لين الليل راح نلعب. صلى على النبي. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهيق زفير اسحب. ما راح اقول انا ما بهدأ. انا بعلم نفسي ما بهدأ. اجلس اسامه خليني العب. صلى الله يبارك لك. خذ عشان تعرف انه خويك معاك يدق نظيف. ما تجي الا بالعين الحمراء. روح اقلب وجهك. كيف؟ بالعين ايه؟ بالايش؟ اسامة خلاص خلصنا هبل. هات خليني امشي. يلا خذ. من الساعة 3 الان الساعة 6 يلا تافه. خذ. ايش؟ لا انا قاعد. انت ابله ولا ابله ولا تستعبل تخمو وقتك. المبلغ ناقص المبلغ ناقص. حط لي المبلغ. خلاص 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 حط لي المبلغ. خلاص خلاص ابشر ابشر اهدى ابشر. فلوس هذه. طيب ابشر خلاص اجلس اهدى اهدى. خلاص راضي كذا. خلاص ما تجي الا بالعين الحمراء. طرق شنب اخذه وشنب تعدل المبلغ. ايه انت عارف من انا ايه كحلي تافه. انتوا تفكروني خايف منه؟ انا ما رديت عليه عشان انه عشان ايش اسمه؟ اطلع برا يا الادب. استحي. هو سمع. خلاص يلا 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 انا هخلص. خلي اخلص واكلمك حبيبي. لا انا قاعد اتكلم. شفت انا اهل الجوال. ايوه ايوه خلاص خلاص ماشي. انا اكلمك بعدين. حسبي الله ونعم الوكيل. اكلمك بعدين. والله وحشني يا قموص. فين الغيبه يا قموصي؟ والله ابو داود دوام خليه على الله. شفتات وحشتني يا ابو داود. والله وانت كمان وحشني. والله بخير يا قلبي. كحلي ما وحشك؟ ولا قليل. والله العظيم ما وحشني. كيف وحشتك؟ قلت له الطم ام الشنطه بجباتك. دق علي امس الساعه 4 الفجر كلمني لين الساعه 6. ايوه ادق عليك. ادق اسولف. لا تفضح. ادق عليك. لا تفضح. في ناس قلت لهم نايم من وحده. انت فضحتني.